يتطلب منا جميعا مزيدا من التفكير في إيجاد الوسائل وآليات عملية للتغلب على الصعاب القائمة وللتعامل مع التحديات المفروضة انطلاقا من الأسس العلمية الأمينة، إذ أنها هي الوحيدة التي يمكن أن تضمن لنا ضمانا أكيدا إيجاد السبل إلى التغلب عليها وتحويلها من تحديات سلبية إلى تحديات إيجابية تحفز إلى العمل وتشجعه عليه وتستنهض الهمم وتقوي العزائم. ويجدر إشارة خلاص.